بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده زي ما سمعت عيد سيدي صغير، عيد دخول السيد المسيح الهيكل، والعيد ده عيد جميل لان حدثت فيه اشياء لاول واخر مره تحصل. عيد دخول السيد المسيح الهيكل، الهيكل كان قدس اقداس العباده في ذلك الزمان، وكان الانسان لازم يتراءى مره على الاقل في السنه قدام ربنا في الهيكل عشان خاطر يقدم ذبيحه وعشان يبقى في كونتاكت، علاقه بينه وبين ربنا. وكان حصل ان واحد من الكتاب اللي هم يعني ترجموا الكتاب المقدس في العهد القديم، عارفين القصه ان كان في مصر جاليه يهوديه كبيره واولادهم مدينهم سنين طويله ونسيوا اللغه الام، اللغه العبرانيه، فطلبوا من الملك بطليموس يترجم لهم الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم في الوقت دوت يعني باللغه اليونانيه، لان مصر كانت تتكلم اللغه اليونانيه والقبطيه معا او المصريه القديمه معا، اللغتين على حد سواء. فبعت جاب من اسرائيل، جاب 72 واحد يعني، وعشان كده بيسموها الترجمه السبعينيه، لان 70 واحد او 72 واحد ترجموها. يقال يعني من كل ست اخذوا سته، سته في 12 في 72. فالمهم 72 واحد راحوا مصر، قسموهم مجموعتين، كل مجموعه تترجم زي المجموعه الثانيه بالظبط، كل اسفار العهد القديم. وسمعان الشيخ انسان بار وتقي زي ما بيقول عنه الكتاب يعني، وهو بيكتب هل عذراء تحبل في اشعياء 7:14، لقى الكلمه صعبه ان عذراء، العذراء طبعا تحبل، ممكن واحد يفكر اه تتجوز وتحبل، لكن لا، دي معناها كان باللغه العبريه علما او علما، ومعناها باللغه اليونانيه بارتينيه، لو بيقول على العذراء بارتينوس بيفكر خلاص ان مفيش جواز، بارتينوس يعني عذراء، وعذراء مش متجوزه خالص، مش مفيش موضوع جواز. فالكلمة صعبت عليه، حب يغيرها بأي كلمة بديلة. يقال كان كل مرة يشرب الكسر وهو بيكتب بيها، لحد ما ظهر ليه ملاك في رؤيا وقال له إن الأمر هو كده صحيح، هي العذراء تحبل. وبعدين ربنا بنفسه قال له لن ترى الموت حتى تعاين مسيح الرب، تعاين الخلاص بنفسك. تعاين الخلاص بنفسك. فسمعان الشيخ كان هو أحد أبطال هذه القصة، لأن هو كان في عايش في الهيكل زي حنا النبي، طبعا في أقسام كثيرة وبيوت كثيرة حول الهيكل، وكان منتظر فداء ربنا، وكان في نفس التوقيت أيضا زي ما أنتم عارفين منتظرة كمان حنا النبية. حنا النبية كانت كبيرة جدا في السن، حنا كانت يعني اتجوزت 7 سنين وعاشت قبليها يمكن مثلا كان بيتجوز 12 13 وعاشت بعد كده 84 سنة، يعني كانت هي كمان معدية القرن 104 سنة يمكن على الأقل في عمرها. فكأن أعظم ناس انتظروا المسيح في دخول الهيكل هم أكثر ناس بيحبوه وأكثر ناس ملتصقين بيه. اللي ينتظر ربنا، ربنا يظهر له، يجيله، يجابله. وهنا في وعد ربنا، مع إن الوعد طال جدا عن سمعان وحياته طالت جدا 300 سنه، ده امر رهيب. الا ان ربنا لا يتباطأ ابدا. شكله كانه اتاخر على سمعان، ولكن ملء الزمان يعني في الوقت المناسب الذي تراه حكمه الله. العدله سلام رب عليها كملت 40 يوم، وفي قلبها وفي اذنها الايه والمثل وتتميم الوصيه ينبغي لنا ان نكمل كل بر. ينبغي لنا ان نكمل كل بر. الست العادله لان هي انسانه كامله، ولانها ايضا امراه كان يجب ان تقدم ذبيحه عن تطهيرها. ولكن العادله عارفه تماما ان امر تطهيرها دوت ينطبق على كل النساء الا العادله. لان العادله لما حبل بالروح القدس يعني بالمسيح ما كانش بزرع بشر. والملاك قال لها المولود منك يدعى قدوس، وقدوس معناها لا يحمل ايضا
الخطيئة الجدية. المسيح ما كانش ينفع يحمل خطيئة، هو كان حمل خطيئة على الصليب بإرادته، لكن ما كانش ينفع يتولد بالخطيئة الجدية. كل العالم، كلنا اتولدنا بالخطيئة الجدية من آدم وحواء، في الخطايا بالإثم وحب لبي، وفي الخطايا ولكن أمي. يعني كل إنسان بيحبل بيه بالخطيئة الجدية، دي قضية منتهية يعني. وإن كان في حاليا حركة كتيرة يعني وكلام كتير في العالم يقولوا، يعني بعض الطوائف يقولوا إنه مفيش خطية جدية تورث، لا مش مظبوط، الخطية الجدية تورث تماما، ودخلت الخطية بإنسان وخلصنا منها أيضا بإنسان الذي هو الله. فالعادلة بعد 40 يوم قالت لازم أروح أكمل كل بر، وأخذت فرخي حمام لأنها كانت فقيرة جدا، وراحت دخلت الهيكل هي ويوسف شايل السيد المسيح له المجد على ايديه. وبعدين في نفس اللحظه اللي داخل فيها العدله اقتربت من الهيكل، روح الله يروح لسمعان الشيخ يقول الان اتحرك بسرعه، الان خلاص الله قادم. سمعان الشيخ اطاع صوت ربنا وتحرك بسرعه، فالتقى عند دخول ست العدله وشايل المسيح، التقى بيهم في مشهد رهيب جدا، لان هذا الانسان عاش 300 سنه منتظر هذه اللحظه، هي دي لحظه حياته، هي ده العرس بتاعه، اعظم لحظه في حياته انه يرى المسيح، يرى خلاص الرب. فسمعان الشيخ كان منتظر هذه اللحظه بكل صبر وكل فرح، طبعا لان هو 300 سنه ده لازم يكون صبور جدا يعني. السيد المسيح لما جه له المجد قال ايضا ينبغي لنا ان نكمل كل بر، اختفى واعتمد عشان يعلم الانسان، ما دمت انت انسان يبقى لازم ينطبق عليك الوصيه. وهنا الكلمه لنا كلنا، كل واحد قدامه وصايا ربنا، كل ما بتقرا انجيل تظهر لك وصيه، يا بتعملها يا اما صراحه بتطنش، يا بتعمل الوصيه وبتنفذها يا اما تقول لا دي مش ليا، ده انا عديت المرحله دي من زمان. لا، السيد المسيح اذا كان هو الله الظاهر في الجسد تمم الوصيه، والعدله اقدس واعظم انسانه في الوجود في كل زمن ايضا تممت الوصيه بالظبط ولم تستثني نفسها من الوصيه. ينبغي ايضا علينا ان احنا ما نعتذرش عن الوصيه، ما تقولش مش تبعي، ما تقولش مش الان. السمعان ده قال عنه الكتاب انه كان ايه؟ انسانا بارا تقيا متوقعا تعزية اسرائيل، اربع كلمات. كلمة بار ده سلوكه في الوصية قدام الناس وقدام نفسه، بار. تقيا التقوى ده امر داخلي، الله يكشفه ويقيمه، التقوى ده امر داخلي. يعني الله هو يقيم الانسان ده تقي، الانسان ده نص تقي، وهكذا. فكان تقيا، وكلمة تقوى من مخافة ربنا. والواحد لابد احبائي يكون عنده مخافه ربنا، مخافه ربنا في الوصيه. المسيح قال لك صلي يبقى تصلي، قال لك كن طاهر يبقى لازم تكون طاهر، قال لك ادفع العشور يبقى تدفع العشور، قال لك تحب الرب الهك من كل قلبك وما تنشغلش بالعالم التافه البسيط ده اللي اخره كله زوال وتراب ورماد. التقوى انك يبقى عندك مخافه ربنا، مخافه ربنا مطلوبه. كتير جدا بيعتقد ان المسيحيه معناها غياب مخافه ربنا، ابدا. مخافه ربنا دي والخوف ده امر مطلوب، ده حتى يهوذا الرسول يقول في رسالته اللي هي مصحاح واحد يعني مخلصين البعض مختطفين من النار بالخوف. مخلصين البعض بالخوف، لان ساعات مخافه ربنا لو مش موجوده عند الانسان ربنا هيزرعها لك في السكه. لابد الانسان يخاف، يخاف على ابديته، يخاف انه يحزن قلب ربنا، يخاف يكسر الوصيه. وان كان انسان مستبيح لازم يخاف، يخاف تماما، ممكن ربنا كمان يظهر له قوه او العين الحمراء عشان يرجع. مخافه ربنا مطلوبه جدا. من فضلك لو عندك نقص في مخافه ربنا في الاعتراف اذكرها قدام باب اعترافك، قل له انا بكسر الوصيه مش بخاف، أنا بستبيح لنفسي أمور غير مكتوبة في الكتاب ولا
في المسيحية ولا في أمر ربنا ومش بخاف. لو أنت ما بتخافش يبقى عليك خطر كبير جدا. على فكرة المخافة والخوف ده أمر ربنا حطه غريزة أو انستنكت حطها في الإنسان عشان تنقذ الإنسان. الإنسان ممكن يخاف من النار مش هيتحرك، ولما يخاف من الغرق هياخد باله. لكن الإنسان اللي ما بيخافش ده أعرفه إن هو ما عندوش ذكاء. صحيح اللي ما يخافش ما عندوش ذكاء. كان إنسان بارا يعني يسبق الوصية ببر، تقيا عنده مخافة داخلية. الاثنين مع بعض لازم. في ناس بيعمل وصية بس قدام الناس، لكن قدام نفسه بالشوش كده ما يهموش. لا، الاثنين مع بعض، بار يعني يسبق الوصية، وتقي يعني عنده مخافة ربنا من الداخل. منتظرا يعني انتظر طويل لحد كام 300 سنة. كلمة تعزية يعني الخلاص. التعزية الكبيرة جدا هو خلاص ربنا للبشرية. يعني حنا النبية وسمعان والعذراء ويوسف النجار وكل الأتقياء دول كانوا منتظرين خلاص ربنا. منتظرين فرح، وعارفين ده تعزية فرح. يعني قبل كده ما كانش في تعزية. حتى المسيح لما أرسل الروح القدس سماها الروح الإيه؟ المعزي. لأن الخلاص معاه تعزية. والتعزية معناها الإنسان يبقى فرحان فرح داخلي وعنده سلام داخلي. أمر مختلف على فكرة. العالم ما يعرفش التعزية دي. العالم يعرف يهيص شوية، يعرف يتنطط شوية، لكن ما يعرفش التعزية. التعزية دي عمل داخلي للروح القدس في الإنسان يخليه عادي، يخليه سعيد، ويخليه مطمن، ويخليه الدنيا مش فارقة معاه، كل العالم مش فارق معاه. كله كده واحد بيتخيل يعني سمعان الشيخ الكبير ده اول ما شاف المسيح ما الروح اللي حركه قال له روح خش عشان هتشوف المسيح. ما هو كان منقاد بالروح القدس. وعلى فكره جنسيتنا تفتكر كل اسبوع كل قداس الامر دوت. لما الكاهن جاب لو شيل الانجيل بيخش يشيل البشاره، البشاره دي رمز للمسيح كلمه الله، وبيلف حوالين الهيكل زي ما شفتوا حاليا في الدوره دي. لكن في كل قداس جاب شيت الانجيل بيشيل البشاره. هو داخل ابونا بيقول ايه؟ الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عينيا قد ابصرت خلاصك الذي عبدته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم ومجدا لشعب اسرائيل. فالكاهن بيفتكر كل اسبوع وكل قداس بتشوفوه القصه دي قصه مهمه. سمعان الشيخ عينيه امتلأت فرح، وجهه أنار نور غير عادي، يعني فرح فرح كبير جدا إنه شاف المسيح، وفرح أكتر كمان إن هو هينطلق من تعب العالم ويتحد بربنا إلى الأبد. قالوا الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، حسب وعدك، وعد ربنا صادق. وفرح جدا وهنى نفسه وهنى العدل بميلاد المسيح، وقال لها كلمتين محددين، ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين. ناس كتير تسقط زي طبقة الفريسيين دول، سقطت من مجدها اللي كان مبني على الكبرياء والعظمة الزائفة. وقيام كثيرين مش بس من شعب إسرائيل لكن من كل العالم. نورا تجلى الأمم. الأمم كان عندهم إيه؟ الجالسين في الظلمة وظلال الموت أبصروا نورا عظيما، نورا تجلى الأمم. الأمم ما كانش عندهم نور، كان عندهم ظلمة الخطية والنجاسة وارتباط بالشيطان. ومجد لشعب إسرائيل، لشعب إسرائيل عنده النور دوت، نور الوصية والشريعة، بس الآن دخل في مجد جديد إسرائيل اللي هو بالمعنى الروحي الكنيسة العهد الجديد. يعني كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. يعني اللي كان بيحركه في كل خطوات هو روح ربنا. وإحنا أحبائي وأخذنا روح ربنا في المعمودية وأخذناه وبنجدده كل مرة بالتوبة. ولا نطفي روح الله لما بنقرأ الإنجيل ونسمع صوته. افتكروا الكلمتين، كان بارا تقيا. بارا بيسمع صوت ربنا فيعمل فيه الروح القدس، وتقيا عنده مخافة، لأن لو واحد ما بيعملش الوصية
بيكسرها باستمرار وما عندوش مخافه ربنا، اوعى تفتكر الروح القدس هيبقى شغال فيه، هيبقى مطفي معتم ما حدش يحس بيه اطلاقا. الشابوه ده مثل باللمبه، اللمبه القياس بتاعت زمان اللي عارفينها فيها نور منوره طول ما الجزاز من بره دوت نظيف لو فاكرينه، لكن لو كله اتصمت اللمبه تبقى شغاله لكن ما حدش يشوف نورها. ممكن انسان يبقى روح الله جواه موجود طبعا، لان المعموديه يفضل لحد الانسان ما يموت، حتى لو الانسان بعد ربنا بيظل فيه عشان يرجعه، لكن الانسان هو اللي بيقرر يطفئ روح الله او يضرب روح الله او يخلي روح ربنا فرحان. لا تحزنه الروح. كان واحد مننا بخطايا كثيره تافهه ملهاش معنى ولا تفرح الانسان بيحزن روح الله. كان هذا الانسان البار سمعان انسان عجيب جدا في قصته، وهو كلمه سمعان يعني الله يسمع، وكان رمز لسماع صوت ربنا، سمع صوت ربنا وهو في مصر. نشكر ربنا ان هذه القصه يعني حدثت في مصر، يعني المصريه المباركه دي حدثت فيها اشياء عظيمه، وده اول ترجمه تحصل على الاطلاق في الانجيل كله، واعظم ترجمه ان هي ترجمه كانت في منتهى الدقه، ولحد النهارده هي اساس ترجمات كثيره جدا جدا في الكتاب المقدس. وهناك في مصر حصلت البركه، ترجم الكتاب المقدس وحضر ناس اتقياء زي سمعان الشيخ، وعاش سمعان الشيخ لحد ما يرى المسيح ويحمله على ايديه المباركه دي، ويقول له الان يا سيد تطلق عبدك بسلام. يبص المسيح ويقول له يا سيد. طبعا العذراء بتبص بمنظر عجيب جدا في يوسف، منظر عجيب. العذراء عارفه لان هي الملاك لها وهي فاهمه كويس جدا من هو الذي تحمله، لكن يوسف كان الامر عنده نص نص، مش عارف كل الاسرار لسه، واكيد كان في كاهن بيتمم الشريعه ما كانش فاهم حاجه خالص. في كاهن كان حاضر عمل كل الطقوس لكن ما فهمش اللي حصل، لان ده كان اسرار، لان سمعان الشيخ كان هو الشيخ بس ما كانش قسيس وما كانش هو اللي بيتمم الاجراءات، لكن هو حمل اسياد المسيح على يديه في الهيكل. وكان من اعجب اللقاءات اللي حصلت بعد ميلاد السيد المسيح. النهارده عايزين نطلع بالكلمتين دول، كان بارا تقيا، وكل واحد مننا مطلوب كل منه انه يكون بار وتقي. بار يعني اسمع الوصيه، ما تحاولش تهرب من الوصيه، ما تحاولش تفسر الوصيه على مزاجك، ما تسمعش صوت تفسير الوصيه باللغات الحديثه. بعض الناس يسطح في الوصيه عشان ما يعملهاش. وكان تقيا يعني عنده مخافه التقوى، يعني مخافه ربنا، العمل الداخلي يشوفه الله ويقيمه. البر يراه الناس والتقوى يراه الله. كن بارا وكن تقيا، اسمع صوت ربنا في الوصيه وكن في مخافه ربنا كل ايام حياتك.